السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، ما شاء الله تبارك الله. هذه فروخ السمان أو ما يسمى الفري، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم أجمعين. مدة تفريخه داخل الفقاسة 17 يوم، وسبق أن ذكرنا هالشيء، ولكن للمضافين الجدد واللي يستفسرون عن بيض السمان، مدة التفريخ 17 يوم. كم الحرارة والرطوبة اللي يحتاجها؟ الحرارة 37.7.5، ما فيه أي إشكالية. الرطوبة 65.60، كلها تمشي وممتازة. طبعا من عمر التفريخ هذا عمر يوم إلى عمر الإنتاج تبدأ ب 45 إلى 50 يوم وتكون جاهزة للإنتاج، يعني ما شاء الله يعتبر سريع النمو وكذلك الإنتاج. هذه الفقاسة يدوية، التقليب اليدوي، فأنت باليوم لو حركت مرة واحدة تكفي، بس مرة واحدة تخصصها العصر، الظهر، الصبح، بالليل، بس تمسح على البيض كذا، تحركه تحريك وتترك، يعني نفس الشكل هذا، خلص هذا أنت حركت البيض. فهو طير ممتاز، سواء تجهيزه للإنتاج أو تجهيزه ك استخدام للأكل، فهو ممتاز، سريع النمو وكذلك مرغوب ومطلوب. وعاد هذا أنت وإبداعك يا المربي وتجهيزك. في ناس تطلب من الممكن منك بيض، وفيه اللي يطلب منك أنك تجهزه كلحم وأوزان جاهزة للذبح وللأكل. ما شاء الله تبارك الله. لابد أن فيه ممكن بعض الصيصان تأخر بالتكسير، وهذه نتركها ونسحبها اليوم اللي بعده. هذه بدت بالتفريخ أمس، فطلع عندك التفريخ اليوم، تصبر عليها لين بكرة وبعدين تسحبها علشان تنشف وتجهز وتطلعها. ليسأل يقول هل تحتاج ماء، هل تحتاج أكل فترة 24 ساعة؟ لا ما تحتاج، لأن هي تكون تغذى على نفس المح اللي داخل البيضة اليوم هذا، فما يحتاج اليوم انك تحط لها أكل يوم التفريخ. بعدها اليوم اللي بعده على طول يكون مجهز لها المكان، وتسحبها وتنقلها للمكان الجديد. ما شاء الله تبارك الله. جمع البيض، بالنسبة لجمع البيض تحاول عادي لو جمعت 3 أيام 4 أيام 5 أيام، ما في أي إشكالية، ولكن الإشكالية وين تكون؟ إذا كان تجمع مكان حار، فالبيض قدر المستطاع لا تعرضه للحرارة، اجمع مكان بارد علشان ما يفقد خصوبته. وبالنسبة للأعلاف اللي يحتاجها، نفس تعاملك مع صوص الدجاج، ولكن بالنسبة بعد عمر البلوغ انك بدال ما تعطيها الذرة حب كبيرة تعطيها الذرة مجروشة، وعلف الصوص تعطيه علف الصوص الناعم نفس صوص الدجاج. والسقايات كذلك، صوص الدجاج ممكن انه يكون كبير، فلو عطيتها سقايات شوي كبيرة ما يغرق، هذه لازم تضرب حسابك تعطيها سقايات ما يكون الماء عميق، لأن الصوص يغرق داخل البيضة فيموت، فهذه النقطة لازم تنتبه لها. ما شاء الله تبارك الله. احنا بإذن الله شوي ونجهز لها المكان، المكان جاهز من أمس، ولكن نعطيه تشيكات، التعقيم، تنظيف، كلها جاهزة، وراح نسحبها وننقلها هناك، وبإذن الله نوافيكم بيها أول بأول. مثل ما صورنا البيض أول يوم داخل وضعه بالفقاسة، راح نصور لكم هذه العمر 5 أيام 10 أيام 15 يوم إلى عمر الإنتاج، ويكون المتابع بقلب الحدث. اللي يبغى يبدأ بهالمشروع ولا ياخذ معلومات، تكون معلومات كافية وافية وبأرض الواقع، يعني عكس المعلومات اللي تكون نقل وكتابة أو معلومات يقولون وفعلوا كذا وسووا كذا، لا هذا شيء قدام عينكم. احنا صورنا أول ما جبنا الأمهات، بعدها صورناها أول ما بدت بالإنتاج، وكذلك بعد ما جمعنا البيض وحطيناه داخل الفقاسة، والآن ولله الحمد انحصد تعبنا اللي صار ولله الحمد، وهذه بإذن الله راح نتابعها لكم أول بأول إلى عمر الإنتاج. ما شاء الله تبارك الله.
وبإذن الله عندنا كل 4 أيام عندنا إنتاج جديد من بيض السمان. كل 4 أيام عندنا دفعة جديدة. وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم أجمعين. أي أحد عنده استفسار عن مشروع سواء السمان، الحمام، الدجاج، الأزولة، بإذن الله راح نوافيكم بها أول بأول، حيث أنها تكون معلومات مختصرة ومفيدة للجميع. حنا والله وحنا نصور كل ما يذكر علينا معلومة نبغى نحطها بنفس الفيديو حيث أنها تصل للكل. والله ما ودنا والله أن نطول عليكم قدر المستطاع، فحنا أثناء التصوير يذكر علينا مثل حرارة الحرارة اللي يحتاجها الصوص، الرطوبة، مدة التفريخ، جمع البيض، هذه بإذن الله ذكرناها كلها. وذكرنا كذلك عمر البلوغ إنه يكون على 45-50 يوم يكون جاهز سواء للإنتاج أو للذبح، فهو ما شاء الله تبارك الله يعتبر يعني إنه نمو سريع ما شاء الله. وممكن أي معلومة يعني فاتتنا أو ما وضحناها أو نسيناها ما عليك إلا أنك تعلق بالتعليقات، وأبشر راح تصلكم جميع المعلومات والاستفسارات. فسواء أنت بغيت تبدأ بالسمان أو بصيصان الدجاج، وكذلك الرومي، حنا عندنا الرومي، عندنا الوز، وعندنا البط، وعندنا الدجاج الفيومي الذهبي والفيوم الشبابي والدجاج التركي، تختلف مسمياتها ببعض المناطق والدول، والحمام كذلك. ولكن حنا نحط المربي أو المتابع بقلب الحدث، يعني هذه الأمهات أو هذه الصيصان الآن وصلت عمر البلوغ، الآن وصلت عمر الإنتاج، الآن بدينا نسحب من بيضها ونحطها داخل الفقاسة، الآن بدينا ننتج من صيصانها، وهكذا. وهذا أفضل شيء يعني اللي يبغى يبدأ مشروع أو ياخذ خبرة إنه يكون بقلب الحدث من الألف إلى الياء. وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم أجمعين. كذلك استقبال الصوص بالمكان اللي مجهزينه له جديد، يعني احنا نستقبله بالماء والسكر. وزنية السكر نفس وزنية كل براد الشاي، يكون سكر طالع شوي، يشرب منها الصوص لمدة 24 ساعة وبعدها تعطيه الماء العادي الطبيعي. بالنسبة للأعلاف، أعلاف الصوص الناعم قدر المستطاع، يعني تعطيها علف ناعم بحيث انه يكون سهل الهضم وسهل أكله للصيصان هذه. بعدها عاد مع النمو بعد أسبوعين عادي لو أعطيتها العلف الخشن وشوي شوي ويصير تاكل نفس أكل الدجاج. ولكن الذرة بدال حنا ما نقدمها كبيرة، لا، الأفضل تطحنها لأمهات السمان وهي تاكلها، حتى ولو كانت كبيرة يأكلها صوص السمان. حياكم الله، والله يسعدكم جميع، وإن شاء الله أن فدنا وراح نستفيد كذلك من استفساراتكم ومن خبراتكم، وما يمنع تبادل الخبرات. حياكم الله جميعا، وأي أحد ما اتضحت معه أي معلومة بس بإذن الله يعلق على التعليقات وراح نرد على الجميع، وبإذن الله راح نسوي لكم شرح كامل وافي عن طريقة عمل الفقاسة هذه. هذه تقريبا تشيل 800 بيضة، وكذلك عندنا الفقاسات الكبيرة اللي تشيل 3000 بيضة. استودعكم الله الذي لا تضيع له ودائع.